ماتش بقى الزمالك والشباب بلوزداد اتنقل لبرج العرب عشان انشغال استاد القاهره ببطوله كاس الامم الافريقيه للشباب. وانا برضو ما يعني ليه الماتش يتنقل للبطوله يوم 19 فبراير صح؟ يعني الماتش ممكن يتلعب عادي على يعني هل يعني كان احسن يتقال ان هو مقفول للصيانه مثلا انما مقفول بانشغاله لبطوله افريقيا للشباب؟ لا، والزمالك من حقه انه يلعب على استاد القاهره ملعبه الرئيسي، ليه توديه برج العرب وتشحطط جماهيره وبعد كده يعني ده ممكن يضعف من فرصه الزمالك في الفوز بالمباراه، والبدايه دايما مهمه جدا، والبطوله السادسه حلم لكل جماهير الزمالك. فاتمنى ان يبقى فيه يعني تشاور ويبقى فيه كلام مع ما بين نادي الزمالك وما بين الساده المسؤولين ومعرفش مين صاحب القرار يعني، ولكن الماتش يتنقل لسه ناقص 9 ايام قبل البطوله. 9 ايام. طيب معانا الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره. استاذ وليد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. والاول يعني انا عايز بصراحه احييك على حاله الاستاد، لان الاستاد ارضيه الاستاد ونجيله الاستاد رغم ضغط المباريات الكبيره اللي انا عارفه طبعا وعدد الفرق الكبيره اللي زياده عن اللزوم او بيلعبوا على الملعب، ولكن عايز احييك ان الملعب والنجيله السيرفس بتاعت الملعب كويسه جدا. انا بشكرك كابتن، طبعا انت اكتر واحد يعني هتبقى عارف كويس جدا الحاجات الفنيه دي، وانا بشكر حضرتك على اهتمامك بالنادي بالاستاد، وانت مش غريب على استاد القاهره ان ده بيتك، وانت يعني حافظ كل جزء في استاد القاهره. صحيح. الحمد لله احنا ربنا وفقنا السنه دي ان احنا مركزين جدا في الملعب، لان انت عارف طبعا كميه المباريات، فالحمد لله كان توفيق من عند ربنا ان احنا نوصل بالمظهر اللي يليق بالكره المصريه. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني الاول انا بصراحه اقول لك بصراحه انا بعتب عليكم ان انتوا وافقتوا على ان عدد الفرق الكتير ده يلعب على الملعب في موسم واحد، وده انا عارف ان ده بيرهقكم بشكل كبير ويعني والموضوع ما بيبقاش سهل. انا عايز اسالك الموافقه على هذا الكم او الكم من الفرق ده اللي بيلعب على الملعب، انت بتتكلم على يعني حوالي 8 فرق بتلعب على الملعب صح ولا 7؟ كابتن اوضح لحضرتك نقطه صغيره جدا، احنا السنوات السابقه كانت اقصى فرقه كان الاهلي والزمالك، ومشي الاهلي من استاد القاهره اصبح عندنا نادي الزمالك. حضرتك انا عندي تكاليف بالصيانه سنويا. يعني عشان التكاليف يعني تكاليف الصيانه عايز اعرف تكاليف السنه السنويه كابتن 2 مليون و500 الف جنيه سنويا على الملعب، وانا بقيت هيئه اقتصاديه فلازم اجيب يعني يبقى الموضوع استثماري بالنسبه لي شويه، انا برضو مش عايز اخش في الحته الفنيه، بس انا لازم اعوض الحاجات اللي انا بصرفها على الملعب حتى بجزء بسيط، مش عايز اكسب المكاسب اللي هي. بس انتوا الموضوع عادي بالنسبه لكم مش مرهق ولا حاجه؟ احنا الحمد لله بفضل ربنا شركة الصيانة والقائمين على الملعب من العاملين باستاد القاهرة بصراحة الفترة اللي فاتت بذلين اقصى جهد يا كابتن، والله يعني مش عايز اقول لحضرتك بيستمروا للساعة 3 والساعة 4 الصبح، انت عارف المباراة بتبدأ الساعة 7 بتخلص الساعة 9، بيبدأوا لحد من بعد المباراة لحد الصبح قاعدين بيعملوا الصيانة لاستضافة المباراة اللي هي في اليوم اللي بعديه على طول. فالحمد لله ده فضل ربنا وتوفيق من عند ربنا، والمجهود اللي دكتور اشرف صبحي بيبذله معانا في الاستاد باستمرار عشان الشكل العام اللي يليق بالكره المصريه. يعني انا بقى يعني طبعا عايز اضم صوتي لصوتك واحيي الدكتور اشرف صبحي. يا جماعه احنا عندنا وزير رياضه محترم، تاني انا عايز اضم صوتي لصوت الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره، فاحنا عندنا وزير رياضه محترم راجل شغال يعني ليل نهار لمصلحة الرياضة المصرية فعلا، وعندنا وزير يعني وزير مخلص في عمله، طبيعي ان احنا يبقى عندنا بعض التعليقات او بعض الاراء ممكن تكون ضد طريقة الشغل، ضد حاجات، ضد ده طبيعي في طبيعي في الرياضة وطبيعي في الكورة، لكن انا اشهد ان الرجل الدكتور اشرف صبحي رجل بيعمل باخلاص من اجل تطوير الرياضة المصرية، واحنا بنحلم ان احنا نطور الكوره في مصر بالذات. الكوره عندنا مشاكل كتيره جدا يا جماعه في الكوره، لازم يبقى فيه قرارات جريئه
لتطوير الكره المصريه. الناس اللي حوالينا كلها بتبعد عننا وبتتقدم عننا، فلازم ان احنا يكون في انقاذ وبسرعه. وهكلمكم في القصه دي في حلقات قادمه طبعا. استاذ وليد، يعني النهارده خرج خبر بنقل مباراه الزمالك امام شباب بلوزداد الى ملعب برج العرب، ليه؟ مع ان بطوله افريقيا للشباب يوم 19. كابتن، احنا بطوله افريقيا ان شاء الله تبدا يوم 19. احنا في البلان بتاعنا من شهر سابق اخترنا اتحاد الكوره واخترنا نادي الزمالك واخترنا الرابطه ان احنا محتاجين اسبوع او على الاقل يعني فتره من اسبوع ل 10 ايام على اساس نجهز الملعب عشان افتتاح البطوله الافريقيه. طب ما دول 9 ايام يا استاذ وليد. ما هو كابتن 9 ايام، انت حضرتك يعني الخبير الاجنبي اللي بيتعامل معانا محتاج على الاقل الفتره دي على اساس يقدر يعمل الخطه بتاعته للملعب يظهر بشكل لائق في كاس الامم الافريقيه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ لو الزمالك طلب استثناء ان هو يلعب المباراه دي بس يوم 10 وبعد كده تتاهوا شغل في الملعب، هل ده ممكن يحصل ولا صعب؟ والله يا كابتن انا تحت امر نادي الزمالك وتحت امر نادي الاهلي واحنا تحت امر الفرق دي كلها. احنا فاتحين استاد القاهره ليه؟ احنا فاتحينه لخدمه الفرق الرياضيه. انا ما عنديش اي مشكله، بس احنا لازم بنرجع للشركه المنوطه بالصيانه لانها ليها برنامج عمل وشغالين بيه. انا ما اقدرش اتدخل فيه لان اي حاجه ممكن هيرجع يقول لي انا قلت الملعب لازم يتقفل. انت عارف طبعا الحاجات الفنيه الصغيره دي. انا عارف، بس ده ماتش اصلا. اصل طبعا ملعب برج العرب ملعب محترم جدا، ملعب الجيش، وحاجه جميله جدا وصرح عظيم، والناس اللي شغاله فيه كلهم ناس يعني بيقاتلوا بي 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 عشان يخلوا الملعب في افضل جاهزيه وافضل شكل. ولكن الملعب اللوكيشن بتاعه يعني فيه يعني بهدله للجمهور بتاع الزمالك. هو ده بس اللي انا بقوله كابتن. انت لازم تقول برضو يعني نعترف ان استاد القاهره استاد الرعب للاهلي وللزمالك ومصر كلها. وانت حضرتك اكتر واحد عارف استاد القاهره، واكتر واحد لعب فيه دوري، لعب فيه بره الدوري مباراه، يعني كل حاجه انت في استاد القاهره كلها على ايدك. طبعا حاول مع المهندس. لو بص، اصل انا عارف مسؤولين الزمالك، انا دلوقتي ممكن اتكلم معاهم ان هم يخاطبوا المسؤولين ان هم يرجعوا. حاول مع المهندس الفني او الراجل التكنيشن او الراجل المسؤول ان المباراه دي تتلعب وبعد كده تقفل. اوعدك يا كابتن ان شاء الله الصبح انا يعني او دلوقتي هعمل اتصالاتي معاهم وهرجع، واوعدك ان شاء الله نفسي اقصى جهد ان احنا نقيم المباراه ان شاء الله باذن بشكرك الله. يا فندم، وعد من سيادتك، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نرجع المباراه لاستاد القاهره لمصلحه الزمالك. شكرا. لان يا جماعه صدقوني فرق الاستاد القاهره هو الملعب التاريخي للمنتخب وللزمالك وللاهلي، ملعب الرعب. والماتش الشباب بلوزداد ده الانطلاقه دي مهمه جدا. الساده المسؤولين في نادي الزمالك اكيد سامعيني وهبعت لكم في البريك، ارجوكم خاطبوا المسؤولين. والراجل رئيس هيئه استاد القاهره وعد الاستاذ وليد عبد الوهاب، الراجل المحترم، وعد ان هو هيتكلم مع المسؤول الفني بتاع الملعب وياخد اكسبشن واستثناء ان الزمالك يلعب المباراه بعد كده يقفله لغايه يوم 19. موعد طبعا انطلاق بطوله افريقيا للشباب. كل التوفيق لمنتخب الشباب. على فكره يعني احنا وراكم وفي ظهركم وبندعمكم، وكابتن محمود جابر، وان شاء الله تبقى بطوله مميزه جدا، وعندنا جيل مميز جدا تحت قياده الكابتن محمود جابر.